معانا على التليفون الكابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. كابتن عامر أهلا بيك، منور الدنيا. الله يخليك كابتن هاني، أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. خلاص تقريبا كده مبدئيا يعني خلصنا مباريات ما قبل التوقف، فإيه اللي جاي إن شاء الله على مستوى المباريات، على مستوى التوقف الدولي المنتخب الوطني، ثم مباريات كأس العالم؟ يعني ان شاء الله مباراة بلجيكا يوم 18، بعد كده يوم 20 في دور التمهيدي لكأس الرابطة، وفي 23 في 3 مباريات من الجولة الثالثة والرابعة للمعدلين بيراميدز وفيوتشر، أقلهم مباراتين تمام، عشان لعبوهم في الكونفدرالية، ايوه وفي مباراة فاركو والإسماعيلي هتتلعب، فـ3 مباريات دول هيتلعبوا يوم 23. وبعدين عندنا يوم 26 و27 مباراة دور الثمانية في كأس مصر تمام اللي هي كان ميعادها 11 و12 12، ايوه بعدين لما حصل التوقف طبعا علشان أغير أي حاجة في جدول الدوري كنا لازم أغير 29 جولة لأن كلها سلسلة واحدة ورا بعض، ايوه فأخدت ميعاد الكأس اللي هو يوم 11 و12 12، ودول ما فهمش مباريات في كأس العالم وقتها في راحة يومين، والكاس بالتاريخ هاخده يعني يتلعب يوم 3 مباريات دول بتوع الكاس هيتلعبوا يوم 26 و27 11، ايوه وبعد كده نكمل الدوري بقى يوم 30 عادي وواحد واثنين الجولة الخامسة. تمام. وعندنا كم جولة تانية بعد 30 و1 و2 دي؟ لا احنا ثلاث مش كده، جولات أخرى في الدوري ولا هي دي بس؟ عندنا أربعة، عندنا أربعة، 4 جولات. عندنا أربعة تواريخهم متحددة كابتن عامر؟ كلها الجدول لغاية ال 29 هتلاقيه عند حضرتك تمام. موجود، أوكي. أعلناه وبعتناه للأندية ممتاز. وتم نشره بالكامل لغاية شهر 5 أيوه. لغاية الجولة 29. ممتاز. طيب هل في كأس الرابطة، كنت مش عارف ده سمعته كمقترح ولا تقارير اتكلمت عليها، ان ممكن المنتخب الأولمبي يشارك في كأس الرابطة باعتبارها فترة إعداد يعني؟ لا صعب جدا، لا صعب، لأن كأس الرابطة أندية الدوري الموسم دوت هيبقى بخروج المغلوب من من واحد. بدايتها خروج المغلوب، مفيش مجموعات. لا يمكن السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات كان عندي 45 يوم بطولة أمم أفريقيا، فكانت الأندية كلها هتقعد تتفرج على 20 لاعب بيلعبوا 45 يوم، فبالتالي قلنا نعمل كأس الرابطة زي بعض الدول في العالم، ايوه وعملنا في دوري المجموعات عشان على الأقل يبقى كل نادي بيلعب 5 مباريات على الأقل. ايوه كأس الرابطة نفسه هيخلص امتى كابتن عامر؟ كأس الرابطة إن شاء الله في شهر 6، مع الأجندة بتاع شهر 6، اجندة شهر ستة. لأن كأس الرابطة بيتلعب سواء باللعيبة اللي موجودين أو اللعيبة من غير الدوليين اللي هي في الأجندة. تمام، مفهوم مفهوم. طيب مباراة السوبر ما بين الزمالك والأهلي، كنت اتكلمت حضرتك على انه مستنين تقرير مراقب المباراة، فهل التقرير وصل؟ هل في عقوبات محتملة على اي من الطرفين؟ يعني التقرير وصل، طبعا الحكم ما كتبش حاجة خالص لأن الحكم ما يقدرش يكتب حاجة بعد المباراة في حاجة تمت أثناء المباراة، لأنه لو شاف حاجة أثناء المباراة كان لازم ياخد إجراء إداري سواء تمام. إنذار سواء طرد، فبالتالي ما دام ما خدش حاجة أثناء المباراة ما ينفعش بعد المباراة يقول أنا حصل كذا في الدقيقة كذا، فطبعا ده يتحاسب عليها لأنه ما خدش إجراء، ايوه فما فيش حكم عشان يبقى الناس كلها عارفة ما فيش حكم يكتب حاجة أثناء المباراة وما خدش فيها إجراء يقدر يكتبها في تقرير بعد المباراة. تمام. والمراقب قال في بعض المناوشات بين اللعيبه بعد الهدف الثاني، وده بس ده كله، واشاد بالكابتن سيد عبد الحفيظ وروحه الرياضيه والكابتن شيكابالا واللفته اللي عملها مع الكابتن مؤمن زكريا، ده بس كل اللي اتكتب. أشاد أكتر من إنه انتقد أو إنه وصف المناوشات بشكل ممكن يؤدي إلى عقوبات. لا لا يعني يمكن اللقطة الناس اللي بتتكلم عليها ديت كان في فيديوهات خاصة، يمكن شريط المباراة الأصلي ما جابهاش، تمام. وحضرتك عارف إن أنا ما بتعاملش إلا بالتقرير سواء الحكم أو المراقب أو شريط المباراة الأصلي اللي هو من التلفزيون الرسمي اللي بينقل المباريات. مش في اللائحة ان من حقكم سواء كاتحاد او لجنة انضباط اعتقد انه يشوفوا الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ودراستها؟ لا عندنا في المسابقات لا، تمام عشان أنا مش جهة تحقيق،
تمام. الحاجات التانية أي حد بيشتكي أي حد بيروح لجنة الانضباط، هما اللي عندهم بيبقوا مستشارين وقضاة، فبيقدروا يعملوا تحقيقات ولهم إجراءات أخرى غير الإدارة عندي. تمام، مفهوم. طيب نروح للمنتخب شوية قبل ما ارجع للأندية. انا عارف ان بستغل يعني دايما وجودك معانا يا كابتن عامر. يا اتفضل. هنلعب مباراة واحدة بس في نوفمبر احنا كمنتخب مصر، مش كده؟ مع بلجيكا يوم 18. ليه ما اخترناش مباراة تانية، او كان احتمال في كمان مباراة الأردن محتملة، ليه ما تمش؟ الراجل ما كانش حابب ان هو يتنقل من حته لحته، يعني كان عايز المباراتين في الكويت. هو ده الموضوع، لانه هيلعب المباراه الاولى من غير ايوه. اللعيبه المحترفين في الخارج، وكان هيلعب الثانيه بالمحترفين، لان الاجنده من يوم 14، ايوه فاللعيبه المحترفين اللي في الخارج مش هيجوا ليوم 14، ايوه فبالتالي كان عايز يلعب باللعيبه المحترفين اللي بالداخل المحليين. أمم دي كل النقطه. فطبعا مباراه الاردن كانت في الأردن. الاتفاق استعمل في الاردن، ايوه فهو ما كانش حابب ان هو يسافر، يعني يروح الاردن وبعدين يرجع للكويت، خاصه مباراه بلجيكا طبعا مباراه قويه جدا. ايوه كان في احتمال لمباراة مع الكويت نفسها، ما وصلناش لاتفاق في النهاية. لا، ما كانش في اتفاق. طيب اسعار التذاكر انا كنت اتكلمت عليها، هل احنا مسؤولين عن تحديد اسعار تذاكر مباراة بلجيكا، ولا ده امر خاص بالشركة الراعية او بمين؟ والله امور العقود ديت يمكن انا مش داخل فيها قوي، يعني دي الاستاذ جمال علام والمهندس خالد الدرندري هم حته العقود والتذاكر والاتفاق مع الشركه اللي جايبه المباريات، تمام. يمكن هم اللي اتفقوا معاهم وانا ما اعرفهمش اصلا حتى، يعني مفهوم. فالحته دي مش مختص فيها، يعني انا بس بدي المواعيد المناسبه بالنسبه ايوه المسابقات. لميعاد المباراه وتوقيت المباراه الحاجات دي كلها، انما غير كده في ملفات كل واحد في الاتحاد واخد ملف معين مختلف عن الثاني. تمام. وبالنسبة لأسعار التذاكر احنا لينا صلة ولا ملناش؟ ما بقول لحضرتك انا ما اعرفش ما الاتفاق تعرفش على أصلا ايه. المعلومة دي. تمام تمام يعني بس تمام انا عارف ان مباراه السوبر احنا ما كانش لنا صله بالاسعار مفهوم التذاكر. مفهوم. طيب هل في بند في عقد مباراة بلجيكا ان صلاح يشارك فيها كاملة، او حاجة تخص صلاح في اي حاجة تخص مشاركته؟ لا، يمكن كان الشرط دوت اللي انا عارفه انه كان في مباراه الاردن، يعني كان تمام. بيحسبوها بالدقائق، لو لعب 30 دقيقه يعني مش عارف 50,000 دولار زياده، لو لعب طايم حاجه كده، يعني ده انا اعرفه في مباراه الاردن. تمام. لكن المباراة نفسها لن تقام، وبالتالي ما بقاش فيه البند ده بشكل تمام. طبيعي تلقائي يعني. طيب النهارده الاسماعيلي معلوماتنا انه لجنة الانضباط طلعت قرار يخصه في قصة ابراهيم حسن والنجوم، وصل لكم في اتحاد الكرة اقرتوه؟ لا، ما حدش بلغني، ده طبعا بيروح اللي هو واقف القيد يعني والحاجات دي، ان هو ايه؟ على موضوع واقف القيد. وقف القيد في الشتاء في لا، يناير. الموضوع ده بيروح لشؤون اللاعبين ومدير الاتحاد، وبعد كده بيبلغوني. ما حدش بلغني النهارده بالحاجات دي. ما حدش بلغ لسه بحاجة رسمي عن الموضوع ده. لا لا، الحاجات دي بتروح على طول لشؤون اللاعبين، لشؤون اللاعبين هم المختصين بموضوع القيد والسيستم والحاجات دي بالنسبة للأندية. تمام. مشكور جدا كابتن عامر، ربنا يوفقك ويعينك يا رب. بشكرك كالعادة على وجودك معانا كابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.